مساء الخير لكل الأصدقاء، برجع لكم بمحاضرة جديدة من محاضرات الإدارة والتنمية والاستراتيجية. بهالمحاضرة بدي أحكي شوي عن تحليل الفجوات، كيف بتتم عملية تحليل الفجوات، شو هي عملية تحليل الفجوات. في عنا 4 أقسام بهالمحاضرة. القسم الأول كورس overview، شو هو عن شو بيتحدث هذا الكورس. بنحكي شوي what is gap analysis، تعريف تحليل الفجوات بالضبط شو هي، شو هي يعني خليني أقول أماكن اللي بنعوز فيها نعمل تحليل الفجوة بالمنظمة وغير المنظمة. بالسيشن 3 بنحكي عن الجاب أناليسيس بروسيس، عن العملية الإجرائية اللي بتتم فيها تحليل الفجوات، يعني شو هي الخطوات الخمسة اللي نحن بنروح بنعملهم مشان نقوم بعملية تحليل فجوة، سواء بالمهارات أما بالقيادة أما بالتدريب أما بالاستراتيجية. بعطيكم كيس ستدي، نموذج عملي عن شركة اسميناها شركة برمجيات للسوفت وير. هيدي الشركة بدها تعمل جاب اناليسيس باستراتيجي تعولها، بنشوف كيف نعمل جاب اناليسيس. وبعدين بالسيشن 5 اللي هي بيسكلي السيشن يعني الأخيرة، السيشن 4 بتكون هي تاعت الكيس ستدي. بالسيشن 5 بنحكي عن هاو تو كرييت ا جاب اناليسيس ريبورت، يعني كيف بنروح بنكتب تقرير تحليل الفجوات وبنقدمه للإدارة، شو بنضمن فيه لهذا التقرير، شو هي المقاطع اللي بنحطها فيه، شو هي خلينا نقول السكشن والباراجرافز اللي بنحطه فيه لتحليل الفجوات، ومين بيستفيد منه. وبنعمل راب اب للوركشوب، يعني بنستخلص اخر شيء بأسئلة وبأجوبة اللي عنده اياهم بيبعت لنا هني على قناة اليوتيوب اما على صفحة الفيسبوك. So learning objective تاعت هيدي ال workshop would be define the term gap analysis، يعني نعرف معنى ال gap analysis. Identify different types of gap analysis، يعني شو هن الأنواع المختلفة لتحليل الفجوات. Perform all stages of the gap analysis process، يعني بنشوف شو هي الخطوات وبنشوف كيف بنروح بنطبق خطوات ومراحل تحليل الفجوات بالضبط شو هي. هي 5 خطوات مبدئيا بدنا نحكي عنهم، وبعدين to create a gap analysis report. so هذا الكورس يعني واضح جدا، بنعرف وبنحكي عن الإجراء وبنوصل لموضوع التقرير. هيدي ال objectives تعيد هذا الكورس. so شو هو ال gap analysis، شو هو تحليل الفجوات. تحليل الفجوات عادة نحن بنروح بنستخدمه to compare the actual performance with desired performance، يعني إذا في عنا هلا أداء حالي افترضنا بالأنظمة معينة، أما بخدمة العملاء، أما بالاستجابة للزبائن، أما بطريقة تقديم وتعليب المنتجات، أما بالاستراتيجية، في عنا أداء حالي وفي عنا أداء يعني خليني أقول مرغوب. هذا الأداء المرغوب عادة بيكون في فجوة ما بين الأداء الحالي وما بين الأداء المرغوب، فهون تحليل هذه الفجوة وصياغة أعمال تنفيذية من أجل ردم هذه الفجوة بنقول له الجاب أناليسيز. سو بيسكلي الجاب أناليسيز يتضمن 5 خطوات عادة بيكون بنبلش فيهم. بنقول نحن الايدنتيفاي فيوتشر ستيت، يعني بنروح بنحدد شو هي الحالة المستقبلية لهالإجراء كيف بدها تتم. Identify current state، وبنحدد الحالة الحالية هلأ اللي موجودة. في عادة في بعض الأشخاص بعض الشركات الاستشارية بتروح بتبلش بالحالة الحالية وبتروح بتصيغ الحالة المستقبلية بعد منها، مش مشكلة هالخطوتين أوقات يتم مبادلتهما مع بعضهما. بعدين بنروح we measure the gap، بنروح بنقيس الفجوة ما بين الحالة الحالية والحالة المرغوبة الحالة المستقبلية. ثم we create an action plan، بنحط خطة تنفيذية، شو هن البرامج، شو هن المشاريع، شو هن الأعمال، شو هن الأهداف، شو هن الدورات التدريبية اللي بدها تساعدني على ردم الفجوة. and then implement and follow up، بنروح بننفذ وبنقعد بنعمل cyclical بنقعد بنرجع، ممكن نعود نشوف نقيس الفجوة من جديد من أجل التأكد من أن تم ردمها كليا وتحسن الأداء. فهذه هي عملية الجاب أناليسيز، بكل بساطة هي تحديد الوضع الحالي
للإجراءات للموارد البشرية للاستراتيجية وتحديد الوضع المستقبلي المرغوب به، وثم قياس تلك الفجوة والبناء عليه من أعمال وتنفيذ. So where gaps occurs, when ممكن نحن يكون في عندنا فجوات بالعمل التنظيمي؟ الفجوات يعني من الممكن أن توجد في أي مكان. ممكن يكون في عندنا الفجوات بالpeople، بمهارات الناس. يعني أنت رايح جايب عندك مبرمج كمبيوتر ليبرمج لك، افترضنا على الجافا، أما يبرمج لغة برمجة معينة، وطرأ عندك حاجات للغة برمجة أخرى، فعنده هو gap skills، يعني فجوة مهارات. هذه فجوة المهارات بدك تردم له هي بالتريننج. الجابس ممكن تكون بالإجراءات، الإجراءات أنت اللي عم تعملها لحتى تخدم الزبون، أما الإجراءات اللي عم تعملها الإدارية، افترضنا عندك كيف بتمارس المالية، كيف بتروح تعمل ماركتينج تسويق، إجراءاتك العملية تعيد العمليات الأوبريشن، ممكن يكون فيها جاب بالأداء، يعني فجوة بالأداء ما بين الأمثل والأفضل والوضع الحالي. وأيضا ممكن يكون في عندك جاب بالتكنولوجي، بالأنظمة التكنولوجية اللي أنت عم تستخدمها، في يعني في افترضنا قاصرة عن أداء المهام المطلوبة منها، بيكون في عندك جاب. ممكن يكون في عندك جاب باستراتيجي، أنت عم تبني استراتيجية معينة ولكن الاستراتيجية تعيلك في جاب، بدنا نملأها مهارات وتمويل وغيره من الأمور لحتى تقدر تنفذ هذه الاستراتيجي. So البزنس كيس تبع الجاب اناليسيس، يعني كيف انت بتروح بتقنع الاداره بتعمل لها تقرير، ليش يعني بدك تقول لهم للاداره انه بدي اروح اعمل جاب اناليسيس، تحليل فجوات بالمنظمه؟ لانه واضح جدا انه تحليل الفجوات بفرجينا المناطق اللي ممكن نروح نعمل فيها امبروفمنت، يعني تحسين للعمل وتخفيض الاكلاف وزياده الفعاليه والكلفه. فهيدي اهم موضوع ممكن المؤسسات تروح تقول لك، تشجعك انت كموظف اما كمدير على اجراء عمليه تحليل الفجوات ضمن المؤسسات. طبعا فليكسيبل تول تو اوبتمايز بروسيسز كمان من اجل خليني اقول تحسين الاجراءات والاستفاده القصوى منها. شو هي انواع الجاب اناليسيس، تايبس اوف جاب اناليسيس؟ يعني ممكن نقول مثل ما حكينا قبل شوي انه يكون في عندي سكيلز جاب اناليسيس، يعني في عندي فجوه مهارات عند الناس، بعض الناس اللي عندي اياهم مهاراتهم قاصره عن اداء المهام المطلوبه منهم، فبيكون في عندي فجوه بالمهارات. اوقات بنقول لهم احنا تريننج اناليسيس، بدي اروح اعمل لهم تريننج معين، بنرد على الفجوه بالتريننج، نردم الفجوه تاعت المهارات بتدريب هؤلاء الاشخاص. ممكن يكون في عندي هيومن ريسورسز جاب اناليسيس، يعني بالموارد البشريه يكون في عندي فجوات ما بين القوى العاملة الموجودة والقوى العاملة المطلوبة وكفاءتها وخبراتها. ممكن يكون في عندي بالاي تي، بالانفورميشن تكنولوجي، بتقنية المعلومات، روح اعمل جاب اناليسيس للبرامج اللي عندي، البرمجيات، اما للهاردوير اللي عندي، للشبكات والهاردوير والسيرفرات اللي عندي. يعني الجاب اناليسيس وين ما في عندي اداء حالي وأداء مرغوب مستقبلي ممكن روح طبقه. بالبروجكت مانجمنت، بإدارة المشاريع، بعمل جاب أناليسيز. بالفانكشنال جاب أناليسيز، يعني بالأمور الوظيفية، إذا عم قارن وظيفة لوظيفة، برنامج لبرنامج، سوفتوير لسوفتوير، بروح بعمل فانكشنال جاب أناليسيز إذا بيخدمني هذا ولا ما بيخدمني هذاك. بالستراتيجي، بروح بعمل استراتيجي جاب أناليسيز، تحليل فجوات من أجل تنفيذ الاستراتيجية بطريقة مهمة. فتحليل الفجوات يعني يغطي الكثير من المناطق التي يعني تعمل بها الإدارة والمؤسسات الحديثة. طيب خلينا نعطي هلأ يعني مثال عملي لنشوف إنه نشوف نعمل making connection، نحاول نربط بين أمور عملية واللي حكينا عنه لحد هلأ. افترضنا بدي أعطي هلأ سؤال: Identify the appropriate type of gap analysis for each case below. إذا قلت أنا هلأ في عندي شاب اسمه أحمد is leading a new project to decrease the defect rate of a product. يعني أحمد عم بيقود مشروع لحتى يقلل defect، نسبة defect، الأمور المعطوبة المنزوعة بمنتج معين. However, the project team cannot agree on the causes of the defect and or how to remedy them. ولكن فريق العمل اللي هو بيشتغل معه مش متفقين مع بعضهم على سبب ومشاكل هالdefect اللي عم يطلعوا أو كيف بدهم يعالجوهن. فهيدا شو عم نحكي نحن هون؟ هون عم نحكي
مبينه واضحه بروجكت بروجكت مانجمنت. هون عم نحكي بروجكت مانجمنت جاب اناليسيس، يعني عم نحكي تحليل فجوات خاصه باداره المشاريع. اذا كان عندي شاب اسمه طارق، افترضنا just started his own business، بلش هلا بزنس تعوله، وهي needs to purchase accounting software، بده يشتري برنامج محاسبه، and is trying to decide between two packages، يعني في برنامجين محاسبه معروضين عليه وبده يعمل decision، بده ياخذ قرار اي واحد بيشتري. هون بنقول له نحن functional gap analysis، لهون في تحليل فجوات خاصه بالموضوع الوظيفي، بده يروح يشوف اذا وظائف البرنامج الاول اما وظائف البرنامج الثاني اي وحده بتردم له الفجوات لعايزها هو بموضوع المحاسبه بقسم المحاسبه تعوله. هون بنقول له functional gap analysis. بنعطي بعد لنشوف كيف. فاول وحده project gap analysis project management، ثاني وحده functional gap analysis. كمان اذا بدنا نشوف التايب اوف جاب اناليسيس بالكيسز بلو، كمان افترضنا عندنا صبيه اسمها يارا، هي هيومن ريسورسز ليدر فور ا سمول بزنس، يعني مسؤوله الموارد البشريه بشركه مؤسسه صغيره. هير اورجانيزيشن هاز جاست بيرشست ا كومبيتينج بزنس اند شي هاز بين اسكت تو ريفيو ذير امبلوي ستراكشر، يعني مؤسستها اشترت بزنس منافس، تجارة منافسة، وقالوا للإدارة العامة بدك تعملي لنا ريفيو، تراجعي لنا موضوع الموظفين كيف بدنا نحطهم مع بعضهم، شو ناقص شو مش ناقص لحتى نكمل موضوع الموارد البشرية. فهون نحن بنقول له human resources gap analysis، يعني تحليل الفجوات بالموارد البشرية. نعطي مثال أيضا، افترضنا في بنت اسمها سارة، سارة leads a team of four graphic design specialists، يعني في عندها أربعة مصممين جرافيكس هي بتقودهم. She wants to upgrade their image editing software to the newest version but she isn't sure how much training will be required، يعني بدهم يروحوا يعملوا upgrade تحديث للسوفتوير اللي بيستخدموه للإديتينج، بس مش عارفين قديش بدها تعمل تدريب للموظفين اللي معاها وقديش بدهم وقت وين بدهم ياخذوا دورات. هون بنقول له نحن training analysis training gap analysis، يعني تحليل الفجوات اللي خصوا بالتدريب. فهذه اعطيتكم اربع امثله اين تطبق تحليل الفجوات. حكينا بروجكت مانجمنت، حكينا فانكشنال، حكينا هيومن ريسورسز، وحكينا تريننج جاب اناليسيس. هلا بروسيس اوفرفيو، شو هو الاجراء، شو هو العمليه الاجرائيه اللي بتتم فيها تحليل الفجوات. تحليل الفجوات ما حكينا 5 بيسك ستيبس، ايدنتيفاي فيوتشر ستيت، ايدنتيفاي كرنت ستيت، ميجر ذا جاب، create an action plan, implement and follow up. يعني بنحدد الحالة المرغوبة المستقبلية، بنحدد الحالة الحالية، ونقيس الفجوة، ونعمل خطة تنفيذية، وننفذ الخطة، ونتابع ونراقب ونشوف شو عم بصير معنا. فهذه المراحل الخطوات الخمسة، مثل ما حكيت في مؤسسات بتبلش بالcurrent state وبتحدد بتحط لfuture state، في مؤسسات بتحط لfuture state انه بتبلش من المستقبل وبترجع للحاضر، في مؤسسات بتبلش من الحاضر وتذهب نحو المستقبل، مش مهم، المهم انه هول الخطوات موجودين. هون مثل ما حكينا انه في مؤسسات بيعملوا سواب، بيعملوا سواب بيحطوا هاي محل هاي. فقبل ما نبلش نحن كمان فتبدأ العملية الإجرائية، قبل ما نبدأ الخطوات الخمسة بدي روح أعمل ريكوردينج للداتا، بدي روح أنزل على الأرض عبي شوية داتا عن المجالات اللي بدي أعمل فيهم تحليل فجوات. إذا عندي تريننج، عندي تدريب، بدي روح عبي شوية معلومات عن التدريب. أما عندي هيومن ريسورسز موارد بشرية، فبدي روح عبي معلومات. إذا بندور على الإنترنت بنلاقي تمبلت قوالب كتير جاهزة لحتى نعمل تحليل فجوات. أحد القوالب السهلة والمباشرة والجميلة انك تروح تحطهم باكسل شيت، اما تحطهم بجوجل دوكس، اما بوورد فايل، تكتب الحاله المرغوبه مستقبليه والحاله الحاليه والجاب والفجوه والاكشن بلان، اربع اعمده فيها هالامور المهمه بعمليه تحليل الفجوات. فخليني هون اقول اعطي سامبل بروجكت، يعني اذا السامبل بروجكت اللي عندي هو امبروف ريسبونس تايم تو كاستمر انكويري، يعني بدي حسن عملية الاستجابة، وقت الاستجابة لطلبات الزبائن بمؤسسة معينة. افترضنا عندي مطعم، عندي مؤسسة تجارية، عندي أي نوع من المؤسسات، بدي روح حسن وقت الاستجابة للزبائن. فبالمرحلة الأولى identify the future state، إذا افترضنا
بلشت المؤسسة تحط المرغوب، المستقبل المرغوب بهالموضوع. فقالت بدها يكون الكاستمر ايميل انكوايري ويل بي ريبلايد وذين 24 اورز اون افريج، يعني يكون نجاوب الزبائن على بالمعدل 24 ساعه يكون الزبون عنده جواب على التساؤل تاعه. وبده يكون موضوع التليفون انكوايري، تساؤلات الزبائن بالتليفون، يجاوب عليها خلال 5 دقائق بالمعدل. يعني هيدا المرغوب، هيك ترغب الاداره من اجل كسب رضا الزبائن والعملاء. بالخطوه الثانيه بدي اروح حدد الكرنت ستيت، بدي اروح انزل على الارض اسال الموظفين اللي عندي اللي بيشتغلوا بالكاستمر سبورت بالكاستمر سيرفيس قديش الوقت، روح راقب قديش الوقت تبع الايميل. بروح طلع معي انه الافرج ريسبونس تايم هو 32 اورز، يعني بلا ما اني يكون في عندي المعدل 24 ساعه، المعدل الحقيقي هو هلا 32 ساعه. اما بالنسبه للاتصالات الهاتفيه طلع معي المعدل هو 8 دقائق لحتى يجيبوا على زبون على التليفون. فبدي يطلع عندي جاب واضحه اللي هي بالخطوه الثالثه بدي اقيس الجاب. بموضوع الايميل الجاب هي 8 اورز، مبينه 32 ناقص 24 بيطلع لنا الجاب، الفجوه هي 8 ساعات ما بين الحالي والمرغوب، ما بين الحالي والمستقبلي. اما بالموضوع التليفونات الفجوه هي 3 دقائق. فهون بدي روح اني اعمل اكشن بلان لحتى اخلي هالفجوات تضيق على الاخر اما تختفي كليا. فهيدي الاكشن بلان مثال على اكشن بلان، يمكن يطلع معك انت اكشن بلان غير، يمكن كل مؤسسة حسب المؤسسة وانظمتها وكفاءاتها والمهارات والموارد المتوفرة لديها. بس هون طلع معه الاكشن بلان انه increase staffing level on weekend to match weekdays، يعني انه بالويك اند باخر الاسبوع سبت واحد جمعة سبت احد كمان علم خصص عمال موظفين اكثر ليجاوبوا على الايميلات. وبالنسبة للتليفونات انه غير اوقات الغداء وغير التشينج اوفر تبع الموظفين، غير دوامات الموظفين بحيث انه يضلوا يغطوا الوقت كله بطريقة مستمرة، ما يكون في حدا غايب عن الاتصالات بشكل عام. فطبعا بالتأكيد ممكن انت تروح بالاكشن بلان تستخدم انظمة ممكننة، تستخدم ذكاء اصطناعي، تستخدم اي نوع من طريقة لتحسين الاستجابة، ولكن هذا مثال على كيفية تخفيف تقليص الفجوة، تقليص الفجوة إلى حدودها الدنيا. تجينا الخطوة الخامسة اللي هي implement and follow up. implement and follow up بدي روح يعني نفذ موضوع اللي هي الخطوة الخامسة، نفذ الأكشن بلان، يعني روح خصص ناس، روح مثل ما حكيت هلأ أصدر مذكرة إدارية تقتضي أنه الموظفين يجوا على الويكند، أصدر مذكرة إدارية أنه الموظفين ما يروحوا على الغداء كلهم مع بعضهم افترضنا، وغيره من الأمور. and follow up يعني بدي تابع موضوع التنفيذ لأعرف أنه هالجاب نزلت ولا ما نزلت، تم تقليصها. على ذلك بنقول له نحن cyclical يعني بنعود من جديد، بنعود بنقيس الجاب من جديد بعد أسبوعين 3-4 لنشوف إذا هذه الفجوة تم ردمها أو ما زالت هناك. طيب هيك بنكون خلصنا شوي الموضوع النظري بتحليل الفجوات، حكينا عن ما هي الفجوة، ما هو تحليل الفجوات، ما هي مجالات تحليل الفجوات، حكينا انه project management functional، حكينا strategy، حكينا training، حكينا skills، وحكينا عن الخطوات الإجرائية الخمسة لعملية تحليل الفجوات. الآن بدي اخذ case study، حالة عملية. حالة عملية افترضنا في عندنا شركة اسمها برمجيات. برمجيات هيدي شركة سوفت وير، شركة برمجيات عمرها 3 سنين. بدها تبلش تشتغل على موضوع التطوير الداخلي، الكفاءة، الفعالية الداخلية، تنظم حالها داخليا، تقوي حالها داخليا لحتى تقدر تعمل نمو مستقبلي. وفي عندنا نحن تكنولوجي كونسلتنج فيرم، يعني في عندنا شركة استشارات خاصة بتحليل الفجوات، خاصة بالمانجمنت بالاستشارات الإدارية اسمها عرابيا كونسلتنج. عرابيا كونسلتنج هذه المؤسسة الاستشارية just released definitive list of 10 best practices for software businesses، يعني هذه المؤسسة الاستشارية أصدرت يعني إرشادات، وخليني أقول توجيهات، 10 توجيهات خاصة بالأداء الأمثل لشركات البرمجيات، وهي بقول لك بالإرشادات الممارسات الطيبة، الممارسات الفضلة،
لشركات البرمجيات اللي اصدرتها العربية كونسلتنج. هلا ليش عم نشوف عربية كونسلتنج؟ لانه هيدي شركة استشارات معروفة برمجيات بدها تروح تشوف خطتها اذا تتوافق مع الممارسات الفضلة اللي عملتها شركة عربية الاستشارية. فبقول لك اول شغلة لازم يكون في استراتيجيك بلان ان بليس فور ذا نيكست 5 ييرز. لازم يكون في عندها شركات البرمجة خطة استراتيجية للسنوات الخمسة القادمة reviewed and updated annually، يعني كل سنة بنروح بنعدلها وبنراجع على الخطة الاستراتيجية. كمان بقول لك technology roadmap created and reviewed annually، يعني يكون في عندنا خارطة طريق تقنية، شو هي التقنيات اللي بدخلها جديد، شو هي المهارات اللي بدي اتعلمها بالتقنية، شو هي بقى لغات البرمجة وغيره من الأمور التقنية. يكون في عندي خارطة طريق تقنية. Company wide and department budget created annually and reviewed quarterly، يعني يكون في عندي موازنة على مستوى المؤسسة كلها وعلى مستوى الديبارتمنت الأقسام كمان معمولة بشكل سنوي وتراجع فصليا. Talent management plan in place to cover growth needs for the next 12 months، يعني بده يكون في عندي خطة إدارة المواهب، إدارة المهارات حتى تغطي لي 12 شهر اللي جايين لحتى يصير في عندي فجوة مهارات ب 12 شهر اللي قدام. Succession plan in place for the top level executive team، يعني في عندي خطة خلافة للفريق الإداري بهذه الشركة. يعني شركة البرمجيات بيقول لك لازم يكون في عندها، أو أي شركة هالأمور تنطبق على برمجيات أو غير برمجيات، لازم يكون في عندها خطة خلافة للفريق التنفيذي الفريق الإداري. إذا واحد غاب، واحد صار له شيء بالفريق الإداري، مين بده يخلفه، مين بده يتابع مهامه. فهي النقطة الخامسة من نقاط الممارسات الأفضل اللي قالتهم عربية كونسلتنج. بنكفي بعربية كونسلتنج، بيقول لك في لازم يكون في عندك crisis management plan in place outlining key vulnerability risk assessment and potential action plan، لازم يكون في عندها خطة لإدارة الكوارث لإدارة الأزمات كمان، تحط فيه المخاطر شو هي، تعمل لهم assessment تقييم. Backup of all servers performed at least once every 24 hours، يعني لازم يكون في عندنا نسخة احتياطية من كل السيرفرات الخوادم لعند شركة البرمجيات كل 24 ساعة نأخذ نسخة احتياطية. Quadruple redundancy on all servers، يعني يكون في عندنا أربع نسخات شغالة بنفس الوقت redundancy من الخوادم حتى لا تقع الخدمات تاعتها الشركة البرمجية. Marketing plan in place that encompasses both online and offline channels، يعني بدي يكون في عندي خطة تسويق خاصة بالموضوع الأونلاين وبالموضوع التسويق العادي اللي هو أوفلاين، قنوات التسويق العادية يعني جرائد، مجلات، صحف، تلفزيونات، إذاعات وغيرها. وقالوا كمان بالنقطة العاشرة والأخيرة من الممارسات الفضلة أنه at least three human resource programs from the following list، يعني على الأقل تروح تعمل ثلاث برامج تدريبية للناس اللي بهالمؤسسة خاصهم بالdiversity، بالهراسمنت، بالستريس مانجمنت، بالورك بليس سيفتي، بالويلنس، بالارغونومكس. يعني مثل ما شايفين هول امور خاصه بالتنميه البشريه اللي خاصه بالفريق اللي عم يشتغل بالسوفت وير. فهذه الممارسات الفضلة اللي حطتهم لاداره مؤسسات البرمجه السوفت وير حطتهم عربيا كونسلتنج. فهون شركه برمجيات بدها تروح تعمل جاب اناليسز بين اللي هي عم تشتغله وبين الممارسات الفضلة لحتى تروح تخفف الجاب وتروح نحو الممارسات الفضلة. فبرمجيات هلأ مبدئيا عم تعمل، افترضنا الأعمال التالية. برمجيات عندها strategic plan created 3 year ago، يعني عملوا خطة استراتيجية من 3 سنوات بس بعمرهم ما راجعوها ولا عملوا لها update. technology roadmap is updated semi annually، عندهم خارطة طريق تقنية وعم بيعدلوها. Company budget are created annually and reviewed، يعني الموازنة تعيد، الموازنة المالية اللي عم يعملوها كل سنة. All servers are backed up every night every 8 hours، كمان ال redundancy in place. Social media marketing plan is managed and implemented by marketing team، يعني في عندهم خطة تسويق على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا. Requires all employees to take training on ergonomics and stress management، كمان عاملين خطة للتنمية البشرية للموظفين اللي عندهم لحتى يعلمون على الارغونومكس وستريس مانجمنت إدارة التوتر. فهالأعمال اللي عم تعملها البرمجيات، هل هذه الأعمال التي تعملها برمجيات
هل تتوافق مع الممارسات الفضلة اللي حطوهن أرابيا كونسلتنج؟ هم موضوع تحليل الفجوات وردم الفجوات. Workplace Wellness Program is also offered. طيب بتروح في شركة برمجيات بتستخدم هذا النموذج اللي نحن هلأ فرجيناه بشوي بالأعمدة الأربعة اللي حطيناها، بدأ تحط كل Future State، الحالة المستقبلية هي الممارسة الفضلة المقترحة من شركة عربيا كونسلتنج، الكرنت ستيت اللي هن بيعملوه حاليا، وبنشوف الجاب بنشوف شو بدهم يعملوا. فراحوا على الفيوتشر ستيت. تتذكروا عربيا كونسلتنت قالت انه بدهم يعملوا استراتيجيك بلان كل للخمس سنين وريفيود، سوري استراتيجيك بلان ريفيود، هن عم يعملوها عملوها من 3 سنين they never reviewed. شو هو الجاب اللي عندنا اللي هون؟ needs to be updated, review process to be put in place, action plan, have executive team review and update plan, create committee and schedule for regular review process. يعني هون لقوا في عندهم جاب، لقوا في عندهم فجوة بموضوع الخطة الاستراتيجية، عملوها مرة ومش عم بيعدلوها كل سنة. الاكشن بلان هي الفريق التنفيذي، الإدارة العليا، الفريق القيادي والإداري لازم يصير يعدل ويعمل كوميتي، يعمل لجنة افترضنا تشتغل على موضوع تعديل الخطة الاستراتيجية. على بالتكنولوجي رود ماب طلع في عندهم ما عندهم أي جاب فما بياخذوا أي أكشن. النقطة الثانية التكنولوجي رود ماب. بالبادجت طلع في عندهم جابس اخذين أكشن. بالتالنت مانجمنت ما عندهم أي خطة لإدارة المواهب، يعني في عندهم جاب كبير، هون بدهم يعملوا خطة لإدارة المواهب. ايضا كمان في امور مثل الباك اب سيرفر ما عندهم فيها اي جاب، في مثل الريدندنسي ما عندهم فيها جاب، في الهيومن ريسورس التنميه البشريه عم بدربوا تقولهم ما عندهم كثير جابس هون، وفي عندهم قصه التسويق عم يعملوا بس تسويق على السوشيال ميديا، فلازم يعملوا افترضنا تسويق عادي تقليدي بالتلفزيون بالبانو برا بالاعلانات. فهون عم شوف كيف عم بعمل تحليل فجوات لشركة برمجيات بكامل يعني عناصرها الإدارية والتنظيمية وال خليني أقول واللي هي إدارة الموارد البشرية وغيره من الأمور. هلأ حكينا عن الحالة العملية، الحالة العملية مبينة واضحة كيف بتروح بتعمل gap analysis report للإدارة تعيتك. إذا أنت بتشتغل افترضنا بالفريق الاستراتيجي، أما بتشتغل بالإدارة العامة بدك تقول لهم للإدارة العليا أنه أنا بدي أقدم لكم تقرير حل فجوات، بدنا نشتغل على حل الفجوات بالأمور الإجرائية والتنظيمية والتدريب والعالم والبشر. أول شيء بتروح تكتب Executive Summary. Executive Summary يعني مستخلص إداري، الملخص الإداري بتعمل لهم Summary يعني بنص صفحة، حوالي نص صفحة بتقول لهم ملخص شو عم بصير عندك بالمؤسسة، شو هو الأداء الحالي للمؤسسة، شو هو الأداء المرغوب، ليش الأداء المرغوب. بتروح بتستند على دراسات افترضنا لشركات استشارية كبرى، الشركات الاستشارية كبرى هي بتحدد شو هو الأداء المرغوب هون وهون، بتقول لهم شو فينا نعمل، هذا بالإكزيكتيف سامري. وبتقول لهم الريزن فور أناليسيز، إذا في عندك كان الفجوة شوي البروبلم الهدف معقد شوي وبدك معلومات مش من عندك من شركات خارجية، بتروح بتدعم أقوالك بدراسات استشارية خارجية وبتحطها كمان description of future state. بالتأكيد هون بدك تروح تعطيهم يعني ملخص عن الحالة المرغوبة، الحالة المرغوبة شو هي الأهداف تعولها، كيف بدك تعملها الأهداف، كيف بدك تنفذها، على ماذا تستند إنه هذه الحالة المرغوبة هي فعلا حالة مثلى، تستند على شركات استشارات وغيره من الأمور، هاو بدك تضمنهم بالجاب اناليسيس. وكمان بدك تعمل ديسكريبشن اوف كرنت ستيت. ديسكريبشن اوف كرنت ستيت بدك تنزل على الارض، اذا انت بمؤسسه بدك تروح بالضبط تقيس الامور الاجرائيه اللي على الارض، مش من عندك تروح تحط انه والله هلا في عندي خلل بالموضوع الاجرائي الفلاني، تنزل بتقيسه مره اثنين ثلاثه، بتستعين باحصاءات من داخل الشركه، تستعين بالموظفين باراء الموظفين لتبرهن انه في عندك جاب. كمان description of gaps. هون بالجابس بدك تكون يعني كتير دقيق، انك تروح ما كمان تعمل future state كتير صعبة، ما الفيوتشر ستيت قريبة للأهداف الذكية، ما تعملها كتير صعبة انك ما تقدر تروح تنفذها،
فبتروح بتحدد الجابس، سواء جاب مترية، أما جاب عدد ساعات، قلل عدد ساعات، أما جاب بالتعليم، بتحدد الفجوات وبتعمل أكشن بلان، بتعمل خطة تنفيذية، بتقول لهم هذه الخطة التنفيذية بدها تردم هذه الفجوة خلال الزمن الفلاني، خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذه مواد التدريب، هذا التدريب اللي بدنا نعمله، التريننج اللي بدنا نعمله بده ياخذ 3 اشهر، بده يردم فجوه يعني المهارات اللي عند الموظفين عندنا. فكل هالامور بدنا نشوف قديش بتكلف كمان هالاكشن بلان. ما فيش انه بدنا نحط اكشن بلان بس وما تتنفذ. يمكن في عندها موارد المؤسسه اللي بتشتغل فيها لتنفذ الاكشن بلان، يمكن ما عندها موارد لتنفذ الاكشن بلان. بدك تكون دقيق انك تحط اكشن بلان، خطه تنفيذيه معقوله وقادره للتنفيذ والتطبيق. وكونكلوجن بتحط لهم اخر شيء، بتعمل لهم خلاصه، بتعمل لهم توصيات، بتقول لهم والله ليش عملت التحليل الفجوات، انت شو بتوصيهم، نبدا ننفذها هلا للخطه تحليل الفجوات ولا بنخليها لبعدين لخطه تحليل الفجوات. فبتعمل لهم مثل ملخص صغير، وبتعمل لهم اكسترا اليمنت، يعني بتعمل لهم ديزاين لهالتقرير، والله بتحط لهم تايتل عنوان التقرير تحليل الفجوات لعام 2020 2021، مثلا بتحط تاريخه، بتحط مين كتبه، بتعمل لك مثل جرافيك على الريبورت من برا، مثل تصميم حلو للتقرير الخارجي وغيرهم. هيك بتكون انت رحت عملت تقرير تحليل الفجوات وقدمته للإدارة العليا وانتظرت موضوع التنفيذ. بموضوع التنفيذ يمكن تشترك انت مع حدا تاني، تكون انت مدير مشروع تحليل وردم الفجوات في المنظمة، بس بيكون عم بنفذوا معك يعني الأقسام الأخرى، كل قسم بما يعني يعتني به، كل قسم بما يهتم به. لهون بكون خلصت تقريبا موضوع workshop، يعني محاضرة، أما نسميها ورشة عمل، نحن بنعملها لأنه عمليا ورشة عمل تحليل الفجوات. بتمنى أنه تستخدموا هالنموذج اللي أعطيته، في نماذج كتير على الانترنت موجودة من أجل إجراء تحليل الفجوات، ومثل ما حكيت فينا نعمل تحليل فجوات من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى العملياتي، وبناخذ بكل الأقسام، بناخذ قسم الموارد البشرية، الماركتينج، التسويق، الأوبريشن، العمليات، البرودكشن، الإنتاج وغيره من الأمور، تقنية المعلومات، والمزيد والمزيد من المواضيع التي تخضع لأمور تحليل الفجوات. وبتمنى إن شاء الله نضلنا نتابع مع بعض هالمحاضرات اللي عم نعملها ونقدمها على اليوتيوب ومع الفيسبوك، وأتمنى من كل أصدقائي التفاعل معنا أكثر حتى نطور موضوع القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.